السلام عليكم. لما تيجي تفتح مواصفات موبايل زي مثلا الاس 24 الترا تلاقي مكتوب في خانه مواصفات الشاشه دايناميك ال تي بي او اموليد 2 اكس 120 هرتز اتش دي ار 10 بلس 2600 نتس. اول ما تشوف الكلام ده كله ما تتخضش، لان في الفيديو ده هنفصل كل مصطلحات الشاشه الخاصه بالموبايلات، وهتخرج من الفيديو ده عارف تقرا وتفهم كل حاجه من الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي. ولازم تعرف ان الفيديو ده معمول فيه مجهود كبير، فادينا اللايك ويلا بينا نبدا الفيديو. ونبدا اول حاجه بنوع الشاشه الرئيسي اللي هي زي في المثال بتاعنا الاموليد. والانواع الرئيسيه دي في الموبايلات غالبا دلوقتي مش هتلاقي غير اموليد او اي بي اس. والاي بي اس احنا اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات اللي اتكلمنا فيه عن الشاشات عموما، ومهم جدا ان انت ترجع له، لكن بعد ما تشوف الفيديو ده سيبه لك تحت في الديسكربشن. لكن لو رجعت للفيديو اللي فات هتلاقينا كنا بنتكلم على شاشه اسمها اوليد. طب ليه هنا بقى اسمها اموليد؟ حرف الاي والام اللي اتضافوا دول اضافوا ايه بالظبط؟ وخليني اقول لك ان الاموليد او الاي والام دول اختصار لاكتيف ماتريكس، والاوليد زي ما كنا عارفين في الفيديو اللي فات اختصار لاورجانيك لايت اميتنج دايود. كلمه اكتيف ماتريكس معناها ببساطه منظومه فعاله. في الفيديو اللي فات قلت لك ان اوليد هي عباره عن مجموعه ليدات صغيره محطوطه جنب بعض، كل ليد بتنور. ان انت تضيف عليها كلمه اكتيف ماتريكس او منظومه فعاله، ده معناه ان احنا اضفنا منظومه بتتحكم في الليدات دي، تتحكم في الوانهم، في سطوعهم، واستجابه الشاشه. فتقدر تقول ببساطه ان الاكتيف ماتريكس دي كانت بتحل بعض المشاكل اللي كانت موجوده في الاوليد من العشوائيه وتخليها منظمه اكتر ومحسنه. نيجي لنوع الشاشه بقى ثانوي مش الرئيسي. يعني عندنا البانل الرئيسيه اموليد اي بي اس، يعني عندنا كمان بتلاقي كلمه محطوطه قبل الكلام ده زي في المثال بتاعنا الدايناميك اموليد. يعني ايه دايناميك؟ هتلاقي كمان لو انت بصيت على مواصفات موبايل زي الون بلس 12 مثلا هتلاقي فلويد اموليد، لو بصيت على موبايل الايفون هتلاقي مكتوب سوبر ريتنا. اختصارا الكلام ده كله تسويقي اكتر ما هو تقنيات. يعني كل شركه بتسمي الشاشه بتاعتها باسم معين بيدل على الحاجه اللي هي عدلتها او ظبطتها في الشاشه دي. على سبيل المثال الدايناميك اموليد المفترض ان سامسونج سميته كده لان هو محسن جدا في الالوان، بيعتمد ان هو يطلع لك احسن الوان ممكنه، بينما ون بلس سميته لك فلويد ان هو كان معتمد على ال 120 هرتز وسلاسه الشاشه، بينما ابل عندها اصلا سياسه قديمه في التسميه وهي كلمه ريتنا، وريتنا بتسميها على الشاشات اللي اعلى من اتش دي. وبعد كده بقى عندنا السوبر ريتنا والليكويد ريتنا. والسوبر ريتنا هي شاشات الاموليد، الليكويد ريتنا هي شاشات ال سي دي او الاي بي اس، وبالتالي سوبر ريتن هي شاشه برضو اموليد عادي جدا لكن بتسميت قبل. نيجي دلوقتي لحاجه مهمه وهي ازاي انت بتقيس الشاشه. يعني لما اقول لك الشاشه دي 6.2 بوصه والشاشه دي 6.5 بوصه ودي 6.7 بوصه، والقياس ده ببساطه بيبقى دياجونال اللي هو من الكورنر للكورنر. ده مش قياس دقيق قوي يوريك حجم الشاشه. يعني مثلا عندنا مثالين الاس 24 الترا بشاشه 6.8 بوصه والبيكسل 8 برو بشاشه 6.7 بوصه. انت تظن ان مفيش فرق كبير، لكن انت هتلاحظ ان الشاشه بتاعت الاس 24 الترا اكبر بشكل واضح، وده نتيجه اختلاف حاجه اسمها اسبيكت ريشيو او الابعاد. ابعاد الموبايلات دي مختلفة، وبالتالي لازم تبقى عارف الابعاد اللي هي بتلاقيها مثلا 19.5 على 8 20 على 8 20 على 9 الكلام ده عشان تعرف تشوف حجم الشاشه دي قد ايه. نيجي بعد كده لكلمه 120 هرتز او ريفرش ريت او معدل تحديث الشاشه. وخد بالك هنا ان معدل تحديث الشاشه هو مختلف عن حاجه اسمها تاتش سامبلنج ريت، وده هنتكلم عليه بعد شويه. في حاجه كده زمان كان اسمها فليب بوك. فليب بوك ده كان عباره عن كتاب مرسوم فيه رسومات، كل ورقه فيه مرسوم فيها رسمه، وبالتالي لما تقعد تقلب الرسومات دي بيظهر لك اكن الرسومات دي بتتحرك او اكن ده فيلم او فيديو جوه الكتاب. لما تيجي تقلب في صفحات الكتاب كل ما تقلب ببطء كل ما تحس انه انت بتشوف صوره منفصله عن الثانيه، كل ما تقلب اسرع هتحس ان الفيلم بيجري قدامك كده بشكل مترابط اكتر او النعومه اكبر او اسلس. الريفرش ريت بقى تقدر تعتبره هو سرعه تقليبك. لما اقول لك 120 هرتز فده معناه ان الشاشه دي بتتحدث 120 مره في الثانيه الواحده. يعني لو في معلومات على الشاشه فهي بتتحدث 120 مره كل ثانيه، وبكده لما تكون 120 هرتز قصاد 60 هرتز مثلا فال 120 هرتز هتشوف اقل الحركات اللي في الشاشه اللي بتحصل، بينما 60 هرتز ممكن في حركات تحصل انت ما تاخدش بالك منها ان الشاشه ما كانتش حدثت نفسها لسه، وبالتالي ال 120 هرتز بتبقى اكثر نعومه من 60 هرتز. طب ازاي اصلا بنزود الهرتز دي؟ بتحصل عن طريق الهاردوير، ان احنا بنستخدم خامات جوه الشاشه، الخامات دي رد فعلها بيبقى اسرع استجابه مع الكهرباء وبالتالي بتتحدث بشكل اسرع، لكن كمان لازم السوفت وير يبقى متظبط وجاهز لموضوع الريفرش ريت العالي ده. عشان كده كمان بنشوف ان السوفت وير يقدر ان هو يغير لك الشاشه يخليها 60 هرتز 120 هرتز، بس طبعا لازم اصلا الشاشه هاردوير تبقى بتدعم 120 هرتز. ده الريفرش ريت. طب التاتش سامبلنج ريت بقى، دي حاجه ليها علاقه باللمس نفسه، وده ببساطه بيبقى رد فعل الشاشه على اللمسه اللي انت عملتها. عارف انت في ماتش الكوره حارس المرمى لو اتشاط عليه كوره بيبقى عنده رد فعل اللي هو متوقع انها تشاط هنا فبنط عليها عشان نعمل مزامنه كده ان هو يصد الكوره بالظبط في المكان المظبوط. لو اتاخر شويه الكوره هتخش جون، لو نط بدري الكوره هتخش جون برضه. بالتالي التاتش سامبلنج ريت ان الشاشه تبقى متوقعه ان انت هتدوس على النقطه دي دلوقتي فاستجابتها تبقى اسرع، وبتتقاس برضه بالهرتز 240 هرتز. يعني الشاشه دي بتفضل تتوقع 240 مره في الثانيه ان انت هتدوس هنا، وبالتالي اول ما تدوس بتكون رد فعلها سريعه. طيب في بقى كلمه في الاول اسمها
LTPO، والLTPO دي اختصار لكلمة Low Temperature Polycrystalline Oxide، ودي ببساطة مجموعة من كريستالات السيليكون بتبقى مصنوعة عند درجة حرارة قليلة وأقل من الطبيعي بتاع الشاشات. وطريقة التصنيع دي طبعا بيبقى ليها مميزات هنتكلم عنها دلوقتي، لكن خلينا أقول لك الشاشة LTPO دي تبقى معمولة ازاي. وهي بتبقى متكونة من ثلاث حاجات، أول حاجة TFT Thin Layer Transistor، وتاني حاجة حاجة اسمها LTPS اللي هي Low Temperature Polysilicon، وتحتيهم طبقة TFT تانية لكن متأكسدة، وكل ده بيتصنع من حاجة اسمها Amorphous Silicon، وده اسم جزيئات السيليكون الغير متبلورة، والاثنين دول بيتم استعمالهم كمادة مركبة. وبالتالي عشان نرجع لل LTPO اللي هي تجميعة لل LTPS على TFT متأكسد حطيناهم على بعض، ال LTPO بالتالي بدأت تديك حرية كبيرة قوي في الريفرش ريت، فتبقى عندك ريفرش ريت من 1 ل 120 هرتز تلعب فيهم براحتك، وكمان بقى عندك استهلاك طاقة أقل. نيجي بعد كده لسطوع الشاشة واللي قلناه في الآخر كده 2600 نتس، بيتقاس بحاجة اسمها نتس، ونتس دي اللي هي شمعة، والنت هي وحدة قياس الإضاءة العالمية، وكل نتس بيساوي إضاءة شمعة واحدة. طب أنت بتحتاج كام شمعة عشان تقدر تشوف الشاشة؟ التجارب بتقول من 200 ل 300 شمعة عشان تبتدي تشوف الشاشة كويس، وعلى الأقل 500 نتس عشان تقدر تشوف الشاشة تحت أشعة الشمس المباشرة. ومن هنا بدأت الشركات تزود إضاءة الشاشة عشان تقدر تشوف الشاشة بشكل كويس في ظروف الإضاءة المختلفة، لو أنت واقف في الشمس تشوف الشاشة كويس وهكذا. شفنا مثلا موبايل زي الون بلس 12 بيقول لك أنا بقدم 4500 نتس، أنت جبت متر مربع حطيت فيه 4500 شمعة، عاوز تتخيل الرقم ده كبير إزاي؟ فالإضاءة اللي جاية من الشمس بتبقى حوالي 7000 ل 10000 نتس، فده قريب من اضاءه الشمس يعني. بس لازم تبقى عارف ان ال 4500 نتس دي بيسموها بيك برايتنس، يعني موبايلك مش هيفضل شغال على 4500 نتس دول على طول، والبيك برايتنس ده ما بيحصلش غير في حالات الاتش دي ار، ودي حاجه هنتكلم عنها كمان شويه. حتى تحت اشعه الشمس المباشره فالبيك برايتنس ده انت مش بتوصل له، غالبا بتوصل لرقم اقل منه. خلي بالك ان الموبايل لا يمكن يفضل مشغل لك البرايتنس على اعلى مستوى، لان اولا الشاشه هتحرق، الموبايل هيسخن جدا، فما ينفعش يبقى معلي الموبايل على اعلى مستوى، هيقلله. وخد بالك برده من نقطه ثانيه، ان الموبايل لما بتحطه على سطوع تلقائي بيقدر ان هو يوصل لعدد نتس اعلى، وده بسبب ان السطوع التلقائي بيقدر ان هو يعلي لك الاضاءه لمده قصيره، ولو حس ان هيبقى فيه ضرر بيقللها تاني، على عكس الشريط ده اللي انت بتقدر حطه على اعلى حاجه، فلو اتحط على اعلى حاجه كتير وانت ما خدتش بالك الشاشه ممكن تحرق. لا، هو بيخلي لك انه الشريط ده لما تخليه يدويا اعلى حاجه دي تكون حاجه امنه ما تبوظش الموبايل. وطبعا الشركات بتقدر انها توصل للبرايتنس العالي ده عن طريق استخدام خامات ومواد تصنيع في الشاشه تقدر توصلك للسطوع ده زي ما اتكلمنا في الفيديو الاولاني. ده غير كمان كثافه البكسلات في الشاشه الاولد، لانه الشاشه الاولد هي عباره عن ليدات او لمبات صغيره، بالتالي كل ما تكتر لمبات كل ما تقدر توصل لسطوع اعلى. جه الوقت نتكلم على تقنيات الشاشه اللي هي الاتش دي ار 10 بلس، الدولبي فيجن والكلام ده، اللي احنا كنا لسه قايلين ان السطوع العالي بيحصل بس في حالات الاتش دي ار. خلينا نبدا الاول بالاتش دي ار 10 بلس، بس خلينا نفهم الاول هو ايه الاتش دي ار اصلا. هاي دايناميك رينج، نشيل الاتش نخليها دايناميك رينج بس، المدى الديناميكي، وده ببساطه هو التباين او الاختلاف ما بين الالوان الفاتحه قوي والالوان الغامقه قوي. فانت مثلا لو جبت شاشه واحده وفيها مثلا جزء منور قوي وجزء مظلم قوي، لو مفيش هاي دايناميك رينج فغالبا الشاشه مش هتعرف توازن ما بين الاثنين، يا اما هتوضح لك المنور على حساب انها تلاقي الجزء المظلم مش باين، او تبين لك الجزء المظلم وتلاقي الجزء المنور مفرقع خالص ومش باين. الهاي دايناميك رينج يحللنا المشكله دي، والمفروض ان هو يبقى فيه تباين كبير، فتقدر انت تشوف الجزء المنور جامد وتشوف الجزء المظلم جامد من غير ما واحد فيهم يضغط على الثاني. ال اتش دي ار 10 بلس ده بقى تعتبر زي شهاده كده بتديها هيئه، اللي هي دي اسمها اختصارا VESA، وهي ببساطه اللي بتتاكد ان معايير الفيديو ده مثلا بيدعم ال اتش دي ار 10 فعلا، والشاشه دي بتدعم ال اتش دي ار 10 فعلا، اللي هي تقدر تعرض لك هاي دايناميك رينج. عشان اي شركه تاخد شهاده ال اتش دي ار 10 بلس دي لازم تكون محققه شويه عوامل، مستويات سطوع معينه، مستويات حاجه اسمها كونتراست ريشيو معينه، مستويات عمق الالوان معينه، لازم تكون الشاشه دي 8 بت على الاقل، وطبعا لازم الشاشه تخضع لاختبارات الهيئه دي عشان تدي الشركه شهاده ال اتش دي ار 10 بلس. وبالتالي خد بالك ان دي حاجه بفلوس، وبالتالي في الموبايلات الرخيصه مثلا بتلاقي انه في موبايلات مش واخده الشهاده دي عشان مش عاوزه تدفع فلوس وتزود سعر الموبايل على الفاضي. الحاجه الثانيه هي دولبي فيجن، ودولبي فيجن هو نوع برضو من انواع ال اتش دي ار، وبتديك مدى اوسع. فكرتها بالظبط هي الميتا داتا، الميتا داتا دي اللي هي الفايل بتاع الفيديو بيبقى متسجل فيه بيانات الفيديو، فبيانات الفيديو دي تبقى ثابته على طول الفيديو كله. لما تكون الفيديو ده بيدعم دولبي فيجن فالبيانات دي او الميتا داتا دي تتغير حسب كل فريم، وبالتالي بيبقى فيه مرونه كبيره قوي في النهايه تعرض الوان مختلفه ومدى للالوان اوسع، بيوصل لحد 12 بت، بنتكلم في حوالي 68 مليار لون واكتر شويه. باقي شويه حاجات كده نقدر نقول انها اضافات على الشاشه، حاجه مثلا زي طبقه الحمايه، واللي اشهرها طبعا هي شركه اسمها كورنينج بتعمل حاجه اسمها جوريلا جلاس، وفي فيكتس جلاس دلوقتي وبتعمل حاجات كتير، ودي ببساطه هي طبقات من الزجاج المقوى اللي معموله بطريقه اسمها انيلينج، ودي احد طرق المعالجه الحراريه اللي بتخلي الزجاج اقوى، قادر ان هو يبقى
اكثر صلابه فان هو اقل عرضه للخدش واكثر عرضه لتحمل الصدمات والكسر. خد بالك احنا بنقول مقاوم فهو هيتخدش وهو هيتكسر لان هو في الاخر زجاج. في حاجه بقى مهمه جدا ناس كتير ممكن ما تاخدش بالها منها، حاجه اسمها طبقه الاوليوفوبين كوتينج. لما تيجي تشتري موبايل جديد مش بتلاحظ ان الشاشه بتاعته انت لما تيجي تلمسها بايدك ناعمه جدا والدنيا سلسه وانت بتلمس والكلام ده، ومع الوقت بتلاحظ انه بعد سنتين ثلاثه موبايلك ما بقاش الشاشه بتاعته ناعمه بالشكل ده، وده لان طبقه الاوليوفوبين كوتينج دي بتبقى اتاكلت. ببساطه طبقه الاوليوفوبين كوتينج دي بتبقى طبقه مدهونه على الشاشه بسمك بسيط جدا وبتقدر انها تطرد اي ميه او اي زيوت موجوده على ايدك، وبالتالي الشاشه تبقى اسهل وانعم في اللمس بكتير. وطبعا هي بتروح مع الوقت وتقدر ان انت تجددها عن طريق ان انت تشتري سكرينات فيها الاوليوفوبيك كوتنج ده، لان لاحظ ان في سكرينات ما فيهاش اوليوفوبيك كوتنج وبالتالي ملمسها بيبقى سيء. السكرينات اللي فيها الاوليوفوبيك كوتنج بتبقى ملمسها زي الشاشات الجديده بالظبط. وبس كده يا سيدي، ده كان فيديو شاشات الموبايل اللي شرحنا فيه تقريبا كل مصطلحات الموبايلات. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الشاشات وشرحنا مبادئ الشاشات عامه، وبالتالي الفيديوهين دول اظن هيكون حاطوك على اول الطريق لفهم كل حاجه عن الشاشات سواء شاشات عامه او شاشات الموبايلات خاصه. بس كده اشوفك في فيديو جديد من فيديوهات الشرح العميقه.